الابراج اللي اول 3 شهور هيبقى حاسس ان مفيش تغييرات، لكن مجرد ما فتره الشتاء تخلص هيبقى عنده سفر، هيبقى عنده فرص ماليه. فتره الصيف هي الفتره الذهبيه ليه، للجوزاء. هو الجوزاء الصحة هتكون احسن من السنين اللي فاتت، عنده سفر بره البلد وهجره، وعنده حضور مؤتمرات وشهره، وهيتعرف على اصدقاء كتير. وفي العاطفه المرتبطين هتقابلهم شوية تحديات، لكن بعدها العلاقة هتستمر على أساس قوي. 2024 في العلاقات، العلاقات اللي هتستمر اللي هتصمد هتستمر، أوكي. لأن هي أساسها قوي لكل حاجة، مال، عمل، صحة، أوكي. برج السرطان عنده، هما من بنوك الأبراج في النجاح المهني، الأضواء هتبقى عليهم، هيبقى عندهم، هيشتغلوا مع ناس من الشباب. معلش، في حد جوزاء بس يعني اللي مش متجوز هيتجوز؟ هيتجوز خلاص. السنة دي هيبقى فيها جوازات كثيرة جدا. ماشي جدا. أوكي خلاص. لأنها سنة رقم 8 كمان، سنة إن احنا نبدأ نحط بذرة الحاجة. أوكي. فهيبقى عندهم جواز. طيب.